ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود جميل. محمود، حدثنا عن حجم المساعدات التي تستعد الآن لإدخالها إلى معبر أو عبر معبر رفح، وكذلك من دخلوا من حملة الجنسيات الأجنبية. تحياتي لك سحر ولكل السادة المشاهدين. المساعدات الإنسانية لم تتوقف سواء في تجهيز المساعدات الجديدة أو حتى بإدخال الشاحنات الموجودة والمصطفى أمام معبر رفح، وهذا يتم من خلال المجهود الكبير لدى جمعية الهلال الأحمر ومن خلال المخازن الموجودة في مدينة العريش. نتحدث عن 7 مخازن لتجهيز هذه المساعدات، ولكن المخزن الأول والأكبر هو المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر الذي يتم من خلال تجهيز كل هذه الشاحنات المصطفى في مدينة العريش وأيضا في معبر رفح لدخولها. بالحديث عن هذه الشاحنات وهذه المساعدات، ارتفع عدد دخول الشاحنات التي دخلت اليوم من منفذ كرم أبو سالم لتصل إلى 139 شاحنة دخلوا من منفذ كرم أبو سالم أو من البوابة المصرية إلى منفذ كرم أبو سالم للإخضاع لعمليات التفتيش، و 143 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى أن البوابة مستمرة أيضا في استقبال المصابين والجرحى. عدد المصابين منذ قليل ارتفع إلى 25 مصاب، بالإضافة إلى 36 مرافقا لهؤلاء المصابين. وبالطبع حالات الإصابة يعني أو أعداد المصابين تزداد في كل وقت وأيضا على مدار اليوم نظرا لاستقبال عدد المصابين من قطاع غزة ونقلهم عبر سيارات الإسعاف الموجودة إلى المستشفيات المخصصة لهم لعلاجهم، وأيضا تقديم الخدمة الصحية لهم أو حتى تقديم الخدمة لمرافقيهم من خلال وجود بعض الوحدات السكنية لهم. هذا بالإضافة أيضا وعلى الجانب الآخر مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات، وإضافة إلى الطائرات التي ذكرتموها منذ قليل علمنا بوصول 3 طائرات إلى مطار العريش. نتحدث عن طائرة قطرية على متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية، ثم طائرة إماراتية على متنها 21 طن من المستلزمات الطبية، ثم طائرة بلجيكية مقدمة من الاتحاد الأوروبي على متنها 43 طن من المستلزمات الطبية والأدوية والألبان. كل هذه الطائرات تم تفريغ حمولتها ويعني تجهيزها من قبل المتطوعين لدى جمعية الهلال الأحمر، ومن ثم أيضا حملها على الشاحنات الموجودة لتتوجه إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة. أيضا اليوم علمنا بأن المستلزمات الطبية التي وصلت بالأمس من على متن طائرتين قطريتين للرهائن في قطاع غزة وأيضا للمستشفيات وللمدنيين هناك، هذه المستلزمات وصلت بالفعل إلى قطاع غزة ودخلت مساء أمس من البوابة المصرية من بوابة معبر رفح المصرية ووصلت بالفعل إلى قطاع غزة. أيضا الهلال الأحمر المصري اليوم أعلن عن أنه تم توزيع 300 سلة غذائية على النازحين في المخيم الإغاثي المصري الموجود في محافظة خان يونس، والتجهيز أيضا للمرحلة الثانية من هذا المخيم ليستوعب أكثر من 6000 شخص. هذا المخيم الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية لإيواء النازحين من شمال غزة، بالإضافة بالطبع إلى كل المجهودات التي تتم هنا في مدينة العريش من تجهيز المستشفيات ومن أيضا مراكز الاستشفاء بعد انتهاء مراحل العلاج المختلفة، وتسهيل كل الإجراءات أيضا لممثلي الرعاية الأجنبية الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية في وجود ممثلين للسفارات باستقبال واستلام رعاياهم، وأيضا إتاحة بعض وسائل النقل الخاصة خارج معبر رفح لنقلهم إلى الوجهة التي يريدون التوجه إليها. فنحن نتحدث عن مسارات عديدة تستمر فيها جهود الدولة المصرية سواء المسار البري أو البحري أو الجوي. أيضا ميناء العريش نتحدث عن استمرار الخدمات المقدمة فيه في السفينتين المتواجدتين على متن الميناء، السفينة الفرنسية والسفينة الإيطالية بالمستشفى العائم، كل يقدم
تقدم كل الخدمات الصحية المختلفة للمصابين والجرحى التي يتم نقلهم عبر المستشفيتين في ميناء العريش. فبالتالي مجهودات مصرية كبيرة تؤكد على أن مصر هي الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية ولدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم محمود جميل متحدثا إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.